يلا بقى تمام. هنعدي اهو ده حط ده كده حبة ونروح نحاول ان احنا نحطهم في مكان قريب من بعض. وفين القطة اللي انت بتحكي لي عليها؟ القطة اللي انت بتحكي لي عليها دي في ايه؟ القطة دي واقفة كده في مكان في وش البيت على طول. ده انت ربنا كرمك خالص كده. اه الحمد لله. الكلاب والقطة بتتكلم. انا هنزل دلوقتي اوضح مكانك تتحرر منه خالص. بس يا بابا نعرف نعلقها الاكل من غير ما تخاف من انا بتقوم من على حاجه. يوسف جرب على الله دلوقتي. الصورة نايمة. عيالها جوه. تفتكر انزل معايا؟ بص المنطقة بتاعتها فين؟ اه جنبي هناك. بس بترجع تعمل زيها. خلاص نسيب لها بقى الاكل. هي هتاكل بقى. بص دي بص دي بص دي بص دي والله مش مشه ادمانه. طيب ده في ورانا. هي جت معاك مش مشه. انا خايف لا تاكل. انا عايزين نمشيها من عندنا. تعال. ممكن تنزل قطه؟ مش هتأذيها هتاكل أكلها. تاكل أكلها. تعال. تعال يلا. أهي زي ما أنتوا شايفين أهي بتاكل والحمد لله. طيب تمام. بس خلاص. بس. خايفة على عيالها خالص. ممنوع الاقتراب. سبحان الله. اكتر شيء بيخاف على ولاده هو القطط. من كتر خوف عليهم حضراتكم عارفين ممكن تاكلهم. والحمد لله ربنا قدرنا عملنا حاجة بسيطة.